اهلا بيكم، معاكم الدكتور حسام زكي، استشاري علاج تاخر الحمل ووسائل الاخصاب بالمساعده. بنتكلم النهارده في موقع سوبر ماما، وهنتكلم عن حاجه، ايه حكايه التلقيح الصناعي دي؟ امتى بنحتاجه؟ اعمله كم مره؟ هل هينفع؟ هل مش هينفع؟ طب احنا امتى بنحتاج تلقيح صناعي؟ تلقيح صناعي بنحتاج له في امرين اساسيين. الامر الاولاني ان حاله الزوج كعدد حيوانات منوية مش واصل قوي للعدد اللي احنا محتاجين، يعني مثلا المفروض يكون 20 مليون، الحقيقة هو 15-17، مش واصل لعشرين مليون. الحاجة التانية ان الحركة الامامية المفروض تكون 50%، لا هي 30%. هنا احنا محتاجين نحسن من خصائص السائل المنوي، فاحنا بنعمل التلقيح الصناعي. ايه التلقيح الصناعي؟ التلقيح الصناعي ان انا بنشط التبويض، بتابع نشاط التبويض لغاية ما اعرف ان البويضة جاهزة انها تطلع. بناخد حقنة انها تطلع البويضات، وقبلها بناخد السائل المنوي في نفس اليوم ونركزه، نشيل الشوائب اللي فيه، نركز الحيوانات المنوية الكويسة اللي احنا معتقدين انها تقدر تصل للبويضات نركزها، وبعدين ناخد الحيوانات المنوية دي في قسطرة معينة من غير ما نحتاج ننيم ولا حاجة، هنعديها بشويش قوي من خلال عنق الرحم، ونحقن الحيوانات المنوية دي داخل الرحم. واحنا نتوقع ان بسرعة الحيوانات المنوية دي تصل عن طريق قناتين فالوب تروح ناحية البويضة ويتم الاخصاب. طيب الحكاية دي نستخدمها امتى؟ نستخدمها لو السبب تأخر الحمل لحد ما في التلقيح، في خصائص السائل المنوي انها مش للدرجة الكفاية، ولكن ما بتساعدش لو كان المشكلة عند الراجل بطريقة مكثفة، يعني العدد قليل، الحركة تحت 50% كحركة امامية، وفي زيادة في التشوهات. طيب نسبة الحمل فيها بترجعنا للنسب الحمل الطبيعية في الشهر اللي هي 20%. طب ليه 20%؟ لان الحقيقه احنا كل اللي عملناه، تخيلوا كده ان احنا قايلين لبنت جايه من اسكندريه انها هتقابل واحد جاي من الصعيد، جاي من اسيوط ولا سوهاج، وهيتقابلوا في القاهره، دي هتنزل في محطه رمسيس وده هينزل في محطه رمسيس في محطه الجيزه، ويتقابلوا، هيتقابلوا مش هيتقابلوا، هيتفاهموا مع بعض، هيحصل الزواج مش الكلام ده كله عبارة عن أسباب مختلفة، سواء في الحمل الطبيعي أو التلقائي. هو كل الحمل طبيعي، الحمل التلقائي اللي هو بيتم من غير حاجة خالص أو بوسائل الإخصاب المساعدة زي الطفل الأنابيب، إحنا ما نعلمش حاجة خالص عن يا ترى البويضة طلعت ولا ما طلعتش، يا ترى لما طلعت قابلت الحيوانات المنوية، جذبتها ناحيتها، الحيوانات المنوية كان لها قدرة أنها تخترق ألوف الطبقات حوالين البويضة، يا ترى عرفت الحيوان المنوي السوبر ده يعرف يخش عن الجدار الغلاف الخارجي للبويضة، ولما دخل جوه فعلا وصل ان هو يخلي البويضة دي يحصل لها اكتيفيشن، يعني يخليها تبتدي في الانقسام بعد ما سلم الودة الوراثية بتاعته. احنا في التلقيح الصناعي او في متابعة التبويض احنا ما نعرفش حاجه عن الموضوع ده، يا ترى الجنين كويس اللي اتكون، يا ترى انقساماته كانت ماشيه كويس، يا ترى قناه فالوب اديته الاغذيه اللي هو محتاجها عشان ويتحرك من ناحيه لغايه ما يوصل الرحم. دي كلها علامات استفهام التلقيح الصناعي ما بيحلهاش. مش معناها ان هو فاشل، بس الحقيقه معناها ان هو ما يستخدمش فتره طويله، يعني اكتر مره مثلا 3 مرات مرتين، لو تم فيه من خلالهم الحمل كان بها، ما تمش لازم اشوف وسيله احسن، اللي هي احنا في حالتنا كده تبقى حقن مجهري. شكرا.